نحن في الزاوية كيف هي؟ وما انت عارف تعمل منرش؟ تتعلم، نتعلم تعدي نهاري. عسلمة. أهلا. مش شوف. هلو. أنا حليت. يا عزيز من غادي. ثبت لي احنا لايف توا ولا اون برانسيب احنا لايف؟ خلينا نثبت انا. دكتور اكس. لا ماكس لايف. حطيت ستارت. حتى انا برايفت. كيما عملت تكون البارح. يا اخي شبيكم الفيديو نتاعكم احلاه ولا ما احلاهوش؟ شو صابرين محلة عاملة باك جراوند وري ساعة خلي نتعرفوا عسلمة نتعرفوا أول ما حكي لي برش عليك وائل بالبي ليه ولا بالبي أنت وتحب تسب روحك أنت مشاكل حليتي توا ماتش برايفت تبع لايف احنا زو لايف جوست صار تبع لي اليوتيوب اكثر وي ار لايف ايفري ون عسلامه بالحق رانا لايف راهو جوست بربي انزل كاليتي نتاع صابرين نزل هكا وتحسها حقا قلت لك اللي صابرين من تونيزي ولا في بالي حطيتها انا تصويرتها راني مس تونيزي حطيتها انا عملت ثمب نيل مسيو ايا كهو يزي عسلامة الناس الكل خنشوف ساعة انا شوف هما الناس الكل ساعة ولا ولا خنشوف الناس الكل موجودين لازم تزلعنا كلها اسمعني مازالوا فما 3 بيرسون باهي خنفصل صابرين الكونسيبت نتاعنا احنا في اللايف اللايف نتاعنا مختلف شويه فهمت انا عباره عليك شينا قاعدين في قهوه نحكي وما في اللايف دونك وما نطول نحكي ولا برشا حاجات مهمه دونك عادي صار لايف نقعد نضحك انا وساره عادي على نبدلوا الايديوكيشن احنا هذاك البيت ديجا هذاك عليه ده ما نحبوش نعملوا حاجه سيريوس بركه برشا باش نعملوا جو باش نحكيوا باش العباد تفهم اكثر على الميديسي دونتير وكل شيء تشيل على الاخر بي دونك يا صابرين غريبه غنيه عن التعريف فهمت المثال مسيش نعرف وقت خذيت الباك وكل نعرف حاجه مهمه اي تعرف على روحك اي عسلي مانيس لكل اني صابرين خليفة منصور اسمي في برشا نعرف عمري 25 عام دونك كنت تحسبولي تلقاوني توا باك بلوس 6 اني توا دونك انترن او ميدسين دونتيغ اللي هو اخر عام في الميدسين دونتيغ الحقيقة قبل الميدسين دونتيغ عملت فاك اخرى عملت انسات قبل الميدسين دونتيغ دونك كنت ريب عام خسرتو جيت قد قدم عندي دي نقرأ طيب حسيتكم مش ترمال يعني كي جيت نجبت فرانسكري دارنا قريب ما تجبتش لانسكري قلت لهم حسنوها عام روضة معناتها وكاو عام روضة مش قبلو ما انا خاسرة عام انا ما اكلي عارف مولودين في فيفري اللي ما يحبوش يعديوك في المكتب انا مش من هذوكم ما عندي شكتين يلا غالب يلا غالب وطوكا اي دونك باك 2000 شنو انت 2013 اخذت الباك لا قبلي بعام انا وياك باك 2014 اي ما يريب حالنا عام هي عاد وضح التزيت مش كويس مالي اي يا دونك عملت الباك عملت الباك خريت لي سي بيلوت اني في المهدية وقريت في سوسة لي سي بيلوت دونك 4 سنين بعيدة على دارنا تنجم تقولوا وكنت انتيغون في ليسي اكسبيريونس الحقيقة ريش سور لو بلان بيرسونيل معناتها هي تعلمك برشا حاجات اما سور لو بلان قراية مش برشا على خاطر تلقى روحك اوبليجي تقرا في سالة متاع برشا عباد فيك معاك 20 واحد تقرا في واحد سالة دونك حسيت لي الاكسبيريونس في لي سي بيلوت نفعتني اني في تجربتي الشخصية اما في القراية بوتيتخ كنت نجم نجيب أكثر في الباك نعم
احسن لايف احسن لقطه مولات الدار عسلمه تتا كنت تطول زي تطايق على شيء شو نعمل انت مثال تحب قول لها قول على لحظه هذه جايه امشي لها مثال ايه انت ما كنت لحظه ايش يا جماعة فما شكون قال تقوى قالت انا لي صوت نتاعك انت خايب نتاع الميكرو يظهر لي يا جماعه مساج تقولوا لنا اسكو الصوت مازال مش واضح نتاع وائل انا فهم رجع على الميكرو رجع على الميكرو تبيلك منانك حيلك انقفك حيلك خليت الميكرو محلول ومشيت ليش مشيت خلاص انا راهي مشكله دي تعرضوا لك تقرا ميتين دونتير تجيك مولات الدار العشر تعالي تقول لك وقتاش تخلصني في الكري فهمتوا اه صحيح مولات الدار مش امك والله في بيني ليه مولات الدار اه ماي جود ليه صارت عادي على الله خرجني ملك مره سبع ربع تصبيح انا هديتها ليله هو البرومير معناها ليله لو 29 فرقت قمت لو برومير فهمت يلا تصير صباح الخير ولدي عمل لي هيك فهمت انا قارته يسخن الموضوع جست حبيت نقول لي انا فرد كومو انا وصابرين جست الفرق انه انا باك 2014 وكل وتوا زوز انترن من سنين انتر وتوا زي صابرين تحكي لنا وفي غير مزيور صابرين مش جاوب على لي كيستيون وكان حسيت فما حاجه لازم تتزيد هي خاطر اني نحكي برشا راه دونك لازمكم نتوما تعطوني اسئله بريسيز كنشوفنا احنا ورزمون للبرنامج تاعك كان 50 انا صار مازلنا في اللايف هنا تو يلا قبل ما تبدا يا وائل سوري مازالوا يقولوا لي الصوت انت مش واضح عندك اسكو الكيت هذاك اللي استعملته البارحه بربي لحظه بربي سامحوني يا جماعة ديجا صوتي خايب مع عند ربي كمل لا علي صوتك ما علي تسبي روحك ليه صوتي صوتي انا عارفه نجيب روحي باهي هكا سافا هكا خير انا نسمع فيك بارفيتمون راه انت تسمع فيا بالكدا صابرين لا تسمع فيا بالابليكاسيون بالصوم تاع الابليكاسيون اوكي باهي كمل جرب هكا كان قالوا لنا تنقل لك اوكي برا ايه انت لقصة سوري ليه احنا تاو عرفنا البروموسيون متاع صابرين فهمنا اللي انت تاو ديغني غاني قال وي وي السافا ديزولي قادة نعيس على العب قادة تقلنا صوت بي ولا يا ربي باه عمدو اه وخولة باه انسي من تسمعني حاسيلو الكيستيون لولا صابرين باه از واحد خذي الباك متاعو باك سيونس داكور افيك ان سكور محترم فهمت ديزون شنو ما توب 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 3 ولا توب 4 ديستنيشنز حسب رايك انت في الباكسيونس خاطي دونتير زيت دونك واحد عمل باكسيونس سي كو يحب حاجه ساينتيفيك حاجه في الدومين ميديكال سينو كان يجي يحب على انجينيري راه عمل باك مات ولا باك تكنيك واسهل باش باك تكنيك في الانجينيري خي معناتها امور سكور الكل يبداو بلوز اكسيسيبل معناتها لي فاكولتي تاع الانجينيري دونك نتصور في التوب 3 فما الميديسين فما الدونتير فما فارماسي بون فما حاجه اخرى في الانسات فما السي بي اللي في هي الشيمي بيولوجي ابليكي اللي بوتيتر في تونس مش لاقي حظها برشا على خاطر ما عنيش معامل تاع الشيمي تاع شنو اما برا مطلوبين برشا دونك جماعه اللي يعملوا سي بي اللي بوتيتر برشا ما يعرفوش يلقاو حظهم على الاخر برا ويسر مطلوبين وقاعدين يطلعوا ديجا جماعه اللي يعملوا سي بي في الانسات قاعدين يطلعوا في فرنسا كل ويخلصوا منيح دونك اللي ما يلحقش على الميدسين دونتير ولا على الفارماسي ولا الميدسين جينيرال راهو ما تسكرتش البيبان راهو ينجم تعرف حاجة باغ اكزومبل تاوني قريت لي سيبيلوت البروموسيون نتاعي عملتها ما جبنيش بالباهي برشا في الباك
اخي نعرف برشا من البروموسيون تاعي اللي كانوا يحبوا على ميتين وخذوا دي برانش اخرين فما شكون خذي لي اش سي فما شكون خذي الاركيتكتور من بعد شنو هي الحاجه للبي هما مجرو في الحاجه اللي عملوها فهمت ساعات تلقى واحد يمشي على ميتين وقد كل عام يدوبل ولا يقرا في حاجه ما يحبهاش وراح كي دونك انت باش تعمل حاجه حتى تكون من مش قابلها اما باش تحبها من بعد باش تقرب باش تنجم تمجور لو فيك تمجور انت راك باش تحلك برشا بيبي وعبيد برشا تو احنا عندنا خروج برا سيكو بيب حال هو هذاك هو التمجور راك باش تعرفك البال حتى لو كي اللي يشوفي ما مجورش عامل اكسبير كونتابيليتي اللي هي تو معروفه على الاخر اللي فيها برشا فلوس دونك كي نربطوها بالفلوس راهي مش الميتسي هي اللي تجيب لك الفلوس اما كانت انت معروفه بالميتسي وهيك علاش نتاع عمل سيانس تمشي تعمل الميتين والا دونتيغ والا فارماسي كانك هكا تحب تخاف بالدم وتخاف من الشهر ميتين والميتين دونتيغ تبعد عليهم تمشي للفارماسي هكا انت تعمل دويت تنقذ العبيد بالدويت وبالموليكول كها كانك انت بقلبك هكا وسورتو عندك فيديك تمشي دونتيغ كانك بقلبك ما عندكش برشا فيديك تمشي ميتين باش تحفظ اكثر باهي جوست قالت راهي تنقذ العبيد مش تنقذ العبيد تنقذ العبيد سمعتها انا سمعتها تنقذ انت عندك مشكله في ودني عادي مشكله انا جوست كومونتير خاطر انا بيدي حياتي كامله نحب انا باكسيونس حياتي كامله نحب بعد ميتين نحب نكون عتك من الصغرى مبلانت يا باش نعمل شنو اللي طبيب جيت عملت الباك قلت بصراحه ما نحبش نقرا برشا قلت انت عدت بيس عملت كيف يا راه من عيط مشيت بزنس وانا عملت جو ونجحت فيها على الاخر وعامل عليها كيف معناتها جيت نقول اللي راهو ساعات تخيل روحك سي بون عارف روحك شنو تحب تعمل في الدنيا ومن بعد تمشي تقراها انا مشيت تبيس خاطرها تقري باللونجلي راهو مش على خاطر مغرومه بالبزنس خاطر نحب نقرا باللونجلي يا اخي تغرمت بالبزنس غاديك اما هذا موضوع اخر يا جماعه باش نحكيوا على تبيس ولا لا عجبوني خاصتي جوتي خاصتي ياسر محليهم قالتهم صابرين اول حاجه انه ما تلوش على الفلوس في الخدمه خاطر اي خدمه فيها فلوس برسمي راه سيريوزمون راه فما برشا خدم الميتين مش تغول امور فلوس برسمي معناها اصلا الكورسوس نتاعها يخليه اللي بيصور على اج اكس راهو بلو رونتابل بارابور واحد يخدم على اج 25 دو ا دو دو فما حاجه غلطه معناها في التخمين نتاعنا سورتو في التخمين نتاع لي بارون باك سيونس عندهم يا يعمل ميتين دونتير ولا فارماسي ولا سي بون Et les foutus. Alors que ce n'est pas vrai, j'aime dire qu'elle est comme Sabrine, les plans B ou Colchay, ou déjà comme je connais Back Science ou Informatique, ou déjà avec ça, je suis TBS, 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 je suis faculté, n'importe quelle spécialité, je suis TBS, 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 وي دونك ما تربطوش رواحكم كان باكلي 3 فاك المعروفه نتاع اي عبد في السيونس معناتها كي حتى كان ما خلطتش انا خاطر وقتها علاش قلت لك تعديت حاجه اخرى خاطر عرفت روحي ما نمش ناخذ على الميدسين وما خذيتهاش معناتها انا جو سوي انكابابل قلت لي اوكي مش لازم ناخذ على الميدسين مش حاجه اخرى طول ما حاله تي بي اس حتى مسكورها خلط على الميدسين ما عادش كما قبل باهي احنا توا حكينا على شنية لي سيكسيون تنجم تعديهم بعد ما تكمل الباك وكل شيء انت بون ديجا قلت لنا في وصل الكلام قلت لنا علاش تعديت دونتير عندك هكا قصة سبيسيال ولا جوست حبيت على الدونتير بالذات اني الحقيقه حلمي ما كانش دونتير ولا ميتين حتى شيء قبل اني صغيره لساني في برشا دونك حبيت نطلع محاميه واش نيا صار علاش مشيت دونتير من بعد خاطر لا فامي انفلونس تاع الفامي حبوا شكون طبيب في العائله فيكو كاينين يعملوا باك سيونس اختي قبل باك تكنيك واختي صغيره ما تحبش الميديسين وكل دونك عندهم هما لازمني نمشي حاجه ميديكال ما مشيتش في الباك خاطر تحت تسمع في الباك عملتها جبت 15-91 وما لحقتش على الميتين وما لحقتش برانش ميديكال معناتها عملت إنسات وقلت معناتها نقعد نقرا إنسات ونعمل لغيرونتاسيون في إنسات صعيبة على الأخر لازمها تركيز واحدة وشوف تنجح فيها دونك قلت باش نضيع الظروف دونك وليت جبت لانسكري وحضرت الكونكور دو غيرونتاسيون اللي هو فيه الميتين ودونتير وفارماسي
نجاح الدونتير يعني في مخي متي من الاول انا كي نجح الدونتير حقيقه جو سوي تري تري ساتيسفيت خاطرني توا في بعد القرايه اللي الكل مانيش مساعده نعاود عندي ريزيدانه بالرسمي الدونتير هي تسمى اسهل من الميديسين ومش مساعده نعديهاش خليك كي نجيت ميديسين وتوا اوبليجي نقرا للريزيدانه الحقيقه صابرين بعد على الكورسوس ما حبيتش ان تالي في بوان اللي هو امبورطون على الاخر انه الفامي ديسيدور في بروما كيستيون بعديك نسالوك شو هما لي فاكتور دو ديسيزيون وباش نصح لعبه الفامي عندنا دور كبير ياثروا مالوغوزمون احنا خاطرنا نحس اللي احنا في العمر هذيك مازلنا ما نجموش نقرروا شو نحبوا فهمت وي سي فري فامي دي انفلونس من برا فاكتور من برا ما نجموش صابرين ما استنسناش ياخذوا ديسيزيون اترونيش اون بلوس يعملوا لك الاجتماع هذاك بعد الباك يحكي لك كلمتين على كل حاجه ما تفهمش برشا شنو فهمت بالرسمي نقصين معناتها من بعد تلقى روحك تمشي تقرا في قرايه ما تحبيش تجبد فرانسكري وتخسر في عام فما اللي يقرا عام وعامين ويدوبل وبعد يمشي بدل كاريمون دونك عندنا مشكله من الباك اللي احنا ما نعرفوش شنو باش نعملوا ولا شنو نقراو روحنا وكيما قلت لكم اللي ديما بروغرامي اسمع دونتيغ ميتين فارماسي هذاك هو ما جبتهمش حيت كوفيت اوغ سي با فغي توا ريت روحي وريت الجماعة معناتها قراو معايا وعملوا حاجة اخرين يزون بيان غيوسي لغتي معناتها حاجة اخرى تنجح في اي حاجة بربي صابرين كونفيرميه لي ولا قولي انا غلط ونجمو العباد يتفرجوا من دونتيغ كونفيرميه لي ولا قولي انا غلط لاحظت اللي 80% كم مش اكثر خلينا نقولوا 80% من اللي عاملين دونتيغ غير نحكيو ميديسين قدر حابوا يعملوا ميديسين ليها جو دونتيغ جوست بوغ pour des raisons اللي هو اول حاجه خاطر ما خرجتش من السين وعائلته حب تعمل مسكين دونك اقرب حاجه من السين هي ميديسين دونتير والا العائله كيما قلت انت مع ناس كبير في العائله دونك اثروا عليه وموينك باهيه ودير شنو وتولي دونك تسأل الدنيا وتدخل الفلوس بالكريطه للدار وفازيتكم والله ساره نحس اللي كثر يعني حضرت الكريطه من غير الفلوس حضرت الكريطه سهرتي زدت على البيبو انا الحق ما سعد دونك قاعده نسمع فيكم خاطر انا ما صارت ليش الحاجه هذه دونك سي فري اي سي فري والله هي مع ابوها في الدومين ميديكال ويحكم على ولده يمشي كيفه معناتها يرى ولده كيفه يا اما يبدا معناها مش بيبي يقول لك نحبوا طبيب على حلمنا يكون عندنا طبيب في العائله انت اوبليجي دونك لا كونكلوزيون اسم امبليك دي صابرين شنو تحكي لكم على الكورسوس كومون سا سباس شويه بشويه وشنو هما الحاجات الباهيين نتاع الدونتيغ وشنو هما الحاجات الخايبين ساسون كو باش نكونوا اوبجيكتيف على الاخر معاكم خاطر احنا في اخر العام نتاعنا دونك عندنا اوفر فيو صغرونا على اللي صاير الكل دونك وين راهو الجوري انا لهنا مش حاضر باش مش بينهم اللي هي مش كيما الميديسين ما فيهش ريزيدانا اور سي با فري راهي فيها ريزيدانا دونك الميديسين دونتيغ راهي 6 سنين 5 سنين قرايه وعام انترنا اللي هو عام ستاج نعملوه في السبيطارات اللي في هوني في تونس ومن بعد نجم تعدي لو كونكور دو سبيسياليتي اللي هو دو ريزيدانا وفما دي سبيسياليتي في الدونتيغ تاخذها اللي هما باغ اكزومبل نتاع جراحه الفم والاسنان لك لي تشومور لك التقليع الصعيب لك الحاجه باش نعمل لك يقول لك عمليه هذيك راهي سبيسياليتي بون ينجم يخدمها دونتيست نورمال اما كي يروح لدونتيست نورمال راهو يبعثها لسبيسياليست بيان سور تكون اغلى دونك سبيسياليست ياخذ اكثر فلوس خاطر هو قاري اكثر كوا بيان سور كيما فرق بين جينيراليست وسبيسياليست فوالا تحكي ترسيس زاد سبيسياليتي دونتيست نورمال يخدمها اما كي تبدا كومبليكي اكثر يخدمها لوندو دونتيست لورتودونسي هي سبيسياليتي الوحيده اللي ما ينجمش يخدمها الدونتيست من غير ما يكون عامل سبيسياليتي اللي هي 4 سنين في الفاك نتاع الميديسين دونتيغ اللي هي نتاع لاباري تنقيح صابرين ينجم راه اما اي نابا لو تيتخ فهمت اما ينجم يعملها معناها يخدمها في كابيني فما ديكا ينجم يخدمها اما اي نابا لو تيتخ اي نيبا ان اورتودونتيست فوالا اي نيبا ان اورتودونتيست معناتها عنده الحق يعملها ما عندوش التيتر في اسمه هذيك هي صحيح. وشني هي يخسر كان ما ياخذش التيتر معناه ما فرق الحقيقه مش كيما واحد عامل 4 سنين بون جو بو با جوجي كيما واحد عامل فورماسيون لا لازم يكون عامل ديبلوم يونيفرسيتي في فرنسا ولا حاجه فهمتك ابخي تو كل واحد تخدمه تحكي عليه بعد وي في الاخر هو دبوشه وغي معناتها كانوا باهي راكش تسمع بالباهي كانوا خايب راكش تسمع فوالا
الوغ لي زوتر سبيسياليتي فما تاع البارودونسي معناتها هذيك نتاع اللثه تاع الزراعه حاسين هما بلوزيغ سبيسياليتي فما سبعه ولا هما ثمانيه سبيسياليتي تنجم تعملهم كامل اربع تنيك شنيا واش نقولوا لهم فيزا فيزا فما سبيسياليتي نتاع التركيب سواء فم كامل ولا معناها بارتي من الفم فما كيف تغليف نتاع السنه ولا بريد وكل شيء فما سبيسياليتي سبيسيفيكمون للصغيرات ثم بارودونتولوجي نتاع اللثه والزراعه والجراحه ثم الاسنان والكل فهمت وتوا حتى كي تعمل سبيسياليتي بعد اربع سنين كي تحل قالوا شو تحل كسبيسياليست اكسكلوزيفمون معناها بدات تبدل صابرين شويه ولاو يمنوا العباد ديزوني بروفيسيون ولا يمشيو للسبيسياليست وكل جوست حبيت نوضح المواضيع خاطر العباد كل ما راهو دونتيست قالي ست سنين كهو راهو يقعد دونتيست وراهو حاجة تدوم يعملهم دي فورماسيون وكل شيء تلقاه تري كومبيتون دونك الحاجة به في الميديسين في الدونتير اللي هي مش كيما الميديسين ماكش اوبليجي تعدي لو كونكور دو ريزيدانا دونك عندي اني اسهل خاطر الكونكور عن عقدة اني معقدة نحس ما يحكوش عليك خاطر سي تام تاع ديسبري خاطر ستريس خاطر كتشي في فورماسيون روش جوست صابرين بربي كان تحكينا على الفاك على ست سنين الساعة هما ست سنين مقسمين خمي سيكل احكي واحد مرة مرة يهديكم ربي ما استخص عليها انتي واحد تحكينا عن نيفو نكمل الحاجة هذه ست سنين اللي تقراهم راهم عامين خمية سيكل وثلاثة سنين دوزيام سيكل ومن بعد عام الانترنا اللي هو يتسمى يدور تخوزيام سيكل لا تخوزيام سيكل ريزدانا ريزدانا هو تبع دوزيام سيكل في العامين متاع الخمية سيكل تقراهم حاجات جنرال على الاخر حاجات عندها علاقة بالميديسين حس روحك ماكش تقرا في حتى شيء دونتير كل شي دور تخوى ماتير يحكيو على الدونتير اما فكي تمشي للدوزيام سيكل تحس لقرايه بدات وري تقرا في حاجات انت تفهمهم اكثر وحاجات على حل على اللي باش تخدم عليها الاخر اللي ماتيغ الكل ولي براتيكمون يحكيو على الدونتير دونك لو بروميير سيكل نجم يعقدك شويه يدخلك بعد خاطر كيما باش تقرا بيوفيزيك باش تقرا مات باش تقرا انفورماتيك باش تقرا استولوجي باش تقرا استوار ودروا حاسين وتقراهم الكل تحس روحك ماكش فاهم روحك باش تقرا مي با قد ما تزيد عام قد ما تحس روحك قاعدة تتمكن من الحاجة اللي تخدمها آخر قاعدة تتعلم في حاجات باش تخدم بيهم في الكابيني دونك فوالا بوتيتر فما عباد البروميير اني نتاعهم ما تعجبهمش الجملة يتشوكيو من لي ماتيير يتشوكيو من لي تي بي اللي باش يلقاو روحهم يعملوا فيها شكون كيفاش نعمل أما هما حاجات لازمة معناتها باغ إكزومبل شاتوك صابونة يعطيوك صابونة يقول لك كاس نهار السنة تقول شنو هذا ما نهار آخر صابونة السنة باش نداوي سنين هي حاجة لازمة أن باساج أوبليغاتوار un peu difficile mais obligatoire vu que tu as la deuxième année ou la deuxième année les libres logique voilà bon tu as besoin de l'arcée à ma ligne de je suis dit les mouilles de terre aussi je suis dans راو بالرسمي كل شيء تجي نتعلمه فهمت خاطرنا قبل ما ندخل للدونتير ما جو سوي مناش امبيسيل في داير برجوليه ما نجي نطب انا عمي فهمت تعرف بطاطا مناش بشرة بار كونتر ملي تعلمت معناها نعمل سكوتيو في الصابون وكل تعذبت باش تعمل اما اي حاجه وليت نقشر بطاطا وطماطم بالصحيح فهمت والله تعلمت برشا حاجات تفرنين في حاجات اخرين باز C'est un métier manais, très fin, des détails, des millimètres basés. Donc, tu as dit que tu as une ligne qui est très importante, les examens, c'est une chose dans la vie. Pour le reste, je vais vous dire ايتي لي زيكزاما ولي زيكزاما يقويوني في حياتي العمليه والشخصيه والاجتماعيه ما انت ديما كنقارن لي زيكزاما مشكله في حياتي قول لي زيكزاما اصعب ما دام نجمت زيكزاما دونك شجع مع المشكله هيك بالرسمي تعدي شهر في دو ريفيزيون تري دو الامتحانات اللي هي مره سيمستر الاول مره سيمستر الثاني دونك انا دو سيمستر شهر هذاك وشهر هذاك الشهرين موت وكنت حقت خال احسب مره ثالثه دونك شهر هذاك ما ترقدش النوم ما تاكلش فما ما ياكلوا يسمن فما ما ياكل الجمله ويضعف كيفي
فما لي ما يرقدش، فما لي يشبع بأنه مقطع يوري ما عادش نجم يقرأ حسيل، وكل واحد كيفاش يتعامل مع التغيير ديك دما، كل واحد كيفاش باش يلقى الغيتم بتاعه على خاطر مش سهل. وهذيك المشكلة في جماعة البروميير اني اللي ضيع الغيتم مش يقدر يقرأ كيما الليسي ولا حاجة، دونك يلقاو دي ديفيكولتي راهي صعيبة. ما نحبش نقول لكم راهي سهلة ونسهلها لكم، صعيبة، أما كي تقرأ راك باش تلقى، راهي قرايتنا تحفظ معناتها يعطي كور من الكور هذيك باش يسألك عليه. دونك انت محضر روحك وحافظ وعارف روحك فاش قاعد تقرا، راك باش تجيب البي. انت ضايع فيها ومش بيك لقيت الاكزام باش تلقى راهو امبوسيبل. لازم بروميير كوش قبل الريفيزيون، دوزيام كوش في الريفيزيون، وتخوازيام كوش في البان اللي هو بين اكزام واكزام. وما هذا اني فاش نعمل، فما عباد يقراو لي الاكزام يجيبوا كل شيء راه ما شاء الله عندهم. وائل قبل ما تتكلم وائل لحظه، فمازالوا يتشكوا من الميكرو نتاعك، راه معناتها انت كي مش تحكي برشا توا حد ما باش يسمع. هكا سافا، قولوا لي اسكو هكا سافا ولا خلينا نقعد شي الميكرو هكا. ايه نسمع فيك، دونك ما نجمش نحكم، لازم نستنى العباد في اللايف. امان عايشه، عايشه ولا اي عبد كومنت على الميكرو ما ينساش تقولونا كان توا ميكرو وائل سافا ولا. وزاد سؤال اللي كنتي صابرين، قالك كيفاش الريتم نتاع الريفيزيون؟ دونك جاوب وائل من بعد صابرين نعرفش عليكم، وقالوا لك ميكرو سافا ليكزومبل طيارة على الاخر، خاطر انا وصابرين اوني نافيرس معناها تفكر عليها باغمي لي ماجور ديجا عاملين ولا كتخيم اني فيها صعب ماجور دوكا نافيرس هنا كل هذاك هو جيب 10 11 تبدا فرحان كل عام كونترول. دونك شوفوا وجهات نظر مختلفة وتحكيكم صابرين وانا بعد نحكي بإني كيفاش نقرأ. إني حقيقة عندك سبتمبر نرجع فيه ما نقرأ حتى شيء، أكتوبر ما نقرأ حتى شيء نتسمى، نوفمبر تبدأ تكبس القراية تشد ببليوتيك، لازمك تفلور الكور متاعك، تفلور معناتها تاخذ فليو وتقعد تدور في الكور متاعك، هذيك تتسمى بخميه خوش، تكتشف الكور على شوية يحكي، العبيد ما تدخلش كور كيفي، وإني ما نشجعكمش ما تدخلوش كور راهو خاطر الكور باهي، أما إني عندي مشكلة نسرح برشا، دونك زي تدخل الكور، الوقت اللي باش نضيعه في الكور وإني سارحة وماني باش نقرا بيه في البيبليوتيك. كل واحد الريتم نتاعو راهو في الآخر، وأنت تشوف روحك وعينك مزالك معناتها، فما شكون يقرا برشا باش يجيب القد، وفما شكون يقرا شوية ويلقى روحو سافا. إني من النوع اللي نقرا نلقى، دونك نقرا في نوفمبر لازمني قبل لا بيريود دو ريفيزيون نكون كملت لي ماتيير الكل، بروميير كوش معناتها قريتهم مش حافظه، قريتهم وفاهم على شنو يحكي. دوزيام كوش سي في ريفيزيون اللي هي 15 يوم، تحاول انت تقسمها كل ما عندك باغ اكزومبل سبع ماتيرات، كل ماتير نهارين اللي اطول شويه تعطيها ثلاث ايام الاخرى نهار، حاسيلو انت عندك ميزانيه انت والماتيير وطولها وصعوبيتها. دوك بيريود دو ريفيزيون اللي تحاول تلم كل شيء تحفظ وقتها، باش في البان بين اكزاما واكزاما جينيرالمون يعطي نهار بين اكزاما واكزاما، دونك عندك 48 ساعة تو ريكوبير شوية من التعب نتاع الاكزاما اللي قبله، وبعد تبدا تحضر للي بعده اللي هو لازم تلقى روحك انت ديجا قاري وفالور وحافظ وكل شيء، باش تعاود تعمل ان غابي. ساعات تلقى روحك ماكش مفكر حتى شيء، اما نورمال راه نهار ونص هذاك يصيروا فيهم المعجزات والله. قاعدة عليك ليلتها مش نورمال، تقول لي كي جيت تقرا هكا في وسط العام نجيب 19 والله برسمي ستريس يخليك تقرا، معناتها لو ستريس بوزيتيف معناتها ليش زعما اني واحدة من الناس ما نرقدش، ما نجمش نرقد قداش مكملة كل شيء اللي هي حاجة امبوسيبل، ما نجمش نرقد. دونك تلقاني من نهارتها للغدوة قبل الاكزام واني نقرا 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 وين نلحق نلحق. بيان سور ساعات طيح حاجات صغير ديما هي، اما نقول ساعات طيح حاجات كي ما تلحقش، اما كي طيح طيح بذكي تسأل الجماعة اللي دخلوا كوف شو ما حاجة مركز عليهم بخاف انت تولي طيحة، فهمت؟ دونك فما شوية سكي، فما شوية جيرانس متاع وقت، فما شوية تقسيم وكهو، اذا هو رغيت من اللي قريت به باش تنظف خاسي با توي اللي يحكيكم كيفاش نشرح كنترول بي وائل تفضل. انا فاهم الاسكو انت تنجم تقرا اندر بريشر، معناها تخلي فور اكزامبل شهر ونص قبل الاكزام، برسم شهر ونص راهو تحبس كل شيء في حياتك تو باش تقرا وكا هو، فهمت؟ والا كيما وذي حاجه ماشي هيلثي برشا، ريتم تاع صابرين انك تقرا ديما اما بريتم معين محترم باش توصل الاكزام جاوك باهي، هذه اعز حاجه. فهمت؟ انا جبت سلكتها خاطر وقتها بون نقرا على ديغنيغ مينوت وكل فيو انا مخي، معناها انا حد في وقت اخرين في حياتي نعمل فيهم باراليل، هذا صابرين تعمل برك الله لي على الاخر في الكلوب وكل شيء، اما انا مخي مش حاضر وقت القرايه، ما نقرا باغ دي بيك حاسيلي جوست اللي منعني اللي انا عندي كيكو زاستيك دي ميثود نتاع القرايه. وائل وائل
برشا برشا عبيدة تشكيو من الميكرو معناتها كلي انت كان باش تحكي برشا صوتك باش صوتك ماهوش باش يطلع. انا بعت الميكرو هكا صبا خاطر برا ما فما ترخيص ولا خاطر قريب برشا خاطر البارحة سيتي نورمال على الاخر بربي يا جماعة قولي صبا برشا ممكن ممكن من الكونيكسيون تاعك احكي باهي احكي بشويه انت او ميم طون لو طون اللي عباد اخرين يقولوا اوكي دونك كي ما كون باهي جوست من الاخر من الاخر اهم من هذه الكل وريفيزيون والقرايه كيفاش اعرف روحك اسكو انت مستعد ولا توي بري ولا تحب تعدي حياتك طونك دونتيست ولا لا خاطر سيتين سيتون كيستيون اكزيستونسييل وهم برشا كان انت قررت تحب تولي دونتيست الباقي كل راهو هو راهو تعبت اكبر ولا يحكيو لك تكتشف واللي سلكوها راه مش خير منك معناها سيتو ولا صابرين شحال وركزوا توا اكثر على الميتي نتاع الميسان دونتيست كخاطر از فيوتشر جوب كان انت في تبع دونتيست باهي وائل جوست باش نقول لك راهو في اللايف هذا الكل باش نخليو صابرين اكثر واحده تحكي خاطر انت ديجا برشا عم تتشكى من الصوت وخليو صابرين تعطينا رايها اكثر بعد 6 سنين دونتيغ انت توا سي بون كملت خديت الدبلوم تاعك الدبلوم تاعك تاخذو بعد ما تكمل 6 سنين دونتيغ اخر عام هو الانترنال اللي هو ستاج اللي تعمل منه 6 شهور في المستير و 6 شهور تختار انت السبيطار اللي باش تعمل فيه selon الرام تاعك الرام تاعك يحسبوه على 3 اني 4 اني و 5 اني الموين تاعك في 3 سنين هذا سواء نجح برينسيبال ولا كونترول حاسيلو يرتبوكم مع بروموسيون كامله وselon الرام هذيك تختار اني هوسبيتال دونك سبيتالات كل باهين اما فما سبيتالات بعاد شويه ولا ناقص ما خير ولا حاجه دونك مال كلاسي بي بعد ما تكمل الانترنا عندك التيز نتاعك باش تعمل اللي هو الكتاب اللي هو بي اف بطريقه بلغه اخرى التيز تختار ان انكادران اللي هو بروف باش يكون في الفاك ولا في سبيطار من سبيطارات تتشيمو في سوجي وتحضر التيز هذي بعد تعمل لاسبونونس دو تيز وبعد لاسبونونس دو تيز باش تاخو الدبلوم دو ميدسان دونتيست اللي تنجم تحل بيه كابيني تنجم بعد ما تاخذ الدبلوم تاعك تمشي تقيد في دي كونكور انترناسيونال كيما في فرنسا اللي عامله لنا مزيه تحل مره كل 3 سنين تنجم قبل ما تاخذ تيز من غير تيز تنجم تخدم ديليغي ميديكال باغ اكزومبل ولا حتى بعد التيز خاطر تنجم تخدم رومبلاسون معناتها تمشي عند دونتيست هو باغ اكزومبل ماشي فواياج ولا دونتيست مرا باش تولد ولا حاجه تخدم رومبلاسون في بلاصتها تاخذ بورسنتاج على الخدمه نتاعك هذا انت واهك باغ اكزومبل تحس روحك مازلت صغير ما تنجمش تحل كابيني ما عندكش فلوس تحل كابيني دونك فما دي زالترناتيف اخرين اللي هما يا اما ديليغي ميديكال يا اما تخدم رومبلاسون عند دونتيست يا اما تخدم دوزيام فوتوي معناتها تشوف شكون دونتيست عنده كابيني عنده فوتوي يخدم عليه ان دوزيام فوتوي مش مستعمل ولكن يخدم عليه شكون ولا حد انت تاخذ دوزيام فوتوي هذاك بيان سور تخدمو بالبورسنتاج الى ان يحل ربي وتقرر انك تاخذ ريسبونسابيليتي نتاع انك تحل كابيني وحدك اللي هو باش يجي تو او تاع على خاطر مش كيما تخدم مع العباد كي مش تخدم وحدك مع العباد وهذه من الحاجات اللي فرحانه في الدونتير اللي انت شكون انديبوندونت لك تخدم عند الحكومه تخدم شهريه ولا حاجه قد ما باش تخدم قد ما باش تصور اما هي راهي فيها وعليها على خاطر هذه كل باش على صحتك وراهي الدونتير من يظل ثاني ثاني اكثر خدمه مضره بالصحه يظل بعد اي فوالا سلون الاتيود في امريكا 2019 خاطر لي بوزيسيون اللي نقعدوا فيهم مالغري كو هما يعلمونا كيفاش نقعدوا ارغونومي درا شنو اما تلقى روحك تخدم هكا فاسون بحالي هكا تلقى روحك راهو دارك مع بشقة اني من تو بديت اون بيرسوني هاك المرة تتحير عليا بالرسمي اميتي فريمون تخي فاتيغا وقد ما باش تخدم انت تبدا ما عادش تحسبها ما عادش باش تهزر صحتك باش تحسبها فلوس اسمع قد ما باش تزيد تاعك قد ما باش ندخل فلوس باش نوليو كورس نحبوا نلموا اكثر فلوس تلقى روحك الاج دو 40 45 عام طبت معناتها فهمت نتاع بنت نتاعك بعمر 50 ولا حاجه دونك دوكو تحس روحك اللي لازمك تخدم اما او ميم طون تحافظ على بدنك تعمل سبور تعمل دي ريديكاسيون كي تجيك معاش انفلاماسيون ولا البوبزيت ولا حاجه دونك فوالا نحسها اللي هي خدمه صعيبه اما محليها سورتو كو انت راك باش تتعامل مع عباد جايين يتشكاو جايين موجوعين جايين يحبوا شكون يلو غودون ان صغير ما عادش عنده واحد عنده مشكله كبيره في سنيه
انت باش ترجع له البوسيبيليتي انه يضحك عندي ايه سي تا ميتي نوب لو اقل من 200 خاطر 200 سي تا ريسك فيتال ترجع الحياه العبد باش يموت احنا اقل خطوره وديك حاجه باهي على خاطرك ماكش في الواجهه معناتها ماكش باش تقتل مريض ولا باش تعمل ان كونت فات ولا حاجه دونك انت باش ترجع له فرحته باش تربحه من وجعه حتى وجع السنه راهو اللي جربها ما عطيلكش برسمي ساعات تكون اقوى حتى من داشنوة حسير دونك هو عميتي ناب محلي انتراكتيف يعني ياسر نحب الميتي اللي تحكي فيه مع عبيد فما نحبش على اكزامبل قدام اورديناتور اوكي جو ريسبكت الميتي انجينيور على الاخر اما اني واحده من الناس نحب ياسر الانتراكسيون جو سوي سوسيابل ونحب الكونتاكت مع العبيد نفرح كي نحكي مع باسيون نحس روحي نجم نداوي باسيون حتى بالكلام قبل ما نمسو ولا حاجه فهمت دونك هي حاجه من الحاجات اللي باهيه في خدمه الاخرين لازم تعملها عشان نفكر عليك ما نحبش نعملها ما نعملهاش دونك الخدمه هذه تخليك انت تدخل في كونتاكت مع بيت تخليك تدخل في كونتاكت مع ليدنتيست اصحابك تحضر في دي كونغري تقعد في معناتها اون فورمالاسيون بيناتكم تحضر مع البروفيت نتاعك في حاجات دونك عندي اني سور لو بلان اجتماعي كل شيء دونتير خدمه طايره على الاخر سوغ لو بلان فينانسي كيما قلت لكم قد ما تخدم قد ما باش تلقى فما ايتود نتاع البلاصه اللي باش تخدم فيها شنية هي دي وين؟ صعبت شوية حتى كثر الدنتيست كل عام أنا نتخرج ميتين وخلصت الدنتيست والأكثرين يحبوا يشدوا في بلايس في بلايس معينة الناس كل تحب في تونس في مدينة ما يحبوش يبعدوا يحبوا دونك ولات مشكلة شوية أما باقي راهو حتى تو يجيو كورونا هكا بروفيت من كورونا هكا مالوغوزمون أما كي راهو يتحل المسألة نقول لي والله فما الخدمة راهو فما الخدمة معناتها أنت لازم تكون عندك أون بون فورماسيون تعمل دي فورماسيون كونتينيو على خاطر ديما فما حاجة جديدة ديما باغ اكزومبل لازير لابلونتولوجي اللي تاو ولات تيسير توندونس لانفيزالاين اللي هي لاباغي ترونسفارون لي سبيسيني هذوما الحاجات قد ما تحس روحك تتعلم وتعصي للدونتير هي باش تعطيك دونك فوالا اني متفائلة واحدة من الناس ما نحبش نقول ليه راهو ما فماش خدمة راهو مسكرة عليهم ليه مانيش باش نعمل هذي لازم نقرا لازم يوصلوا والله وتوكا انت بتعمل حاجه تحبها حتى ماهيش برشا فلوس انت مرتاح انت عامل جو في الحاجه هذيك الفلوس تقعد حاجه ثانوية مش برشا انا ثانوية عجبتني كيفاش قلبت عينيها لقات بلون مش برشا هي شوف هي ماهيش ثانوية وزادة تاخذ فلوس وماكش عامل جو زادة ما خيبها دونك كلي تبدا عامل كيف وتاخذ في فلوس قد انت عام شغل تخدم في نفس الحاجه كل نهار ايماجين انت تخدم في حاجه ما تحبيش فهمتني بعد دوك كيف تاعك وعلاش بدلت دونتير خاطر ما راهش روحي انجينيور اوكي ما حليهم ويخلصوا تاو يخلصوا على الاخر شفت مع كيسات كلهم يطلعوا لفرنسا بقاتش ما يخلصوا وجاهم بي ويخدموا خدمه ما حليهم وكل اما اني ما نشوفش روحي قدام اورديناتور هكا نهار كامل وين عليا في الاورديناتور هنطلع فوقها هي في حاجه تحب حاجه فيها بيت فيها هكا علاقات شويه دونك فوالا شو حاجة طيارة على الاخر وين نحبها مش نورمال ما كنتش نحبها هكاك اما تولي تحبها مش نورمال خاطر طلعك بوليفالون دون فاسون ما صارتش تفهم في الراديولوجي تفهم في الانستيزي تعمل دي شيروجي فما تجير لليتا جينيرال نتاع الباسيون اللي هو ستاميتي ان ريسك انت تنجم تضمن حياة باسيون كاريمون خاطر المشاكل نتاع الفم خصوصا صغيرة تعمل مشاكل كبار قلب فما ريسامون ارتيكل ما عرفتش كاريتو فما واحدة صارت لها كومبليكاسيون في مخها على زرتها قبل ما حتىش حاسيلو دونك سيستم ميتي تري تري امبورطون وكيما قالت صابرين اتس لايف تشينجينج جوب بالرسمي راهو كتر باسيون عمرو 80 سنه يجي من غير فم تركب له فم يولي يضحك يولي ياكل يولي كل شيء راهو كتراه بالرسمي حاجه اخرى فهمت اون توكا ام ذا دارك سايد يلفو لو كونسيديري مش نورمال يلفو كونسيديري اللي هو 5 سنين راهو لازمك كاسح بالاخر لازم كيسة حتى منتج مش كيسة تولي كيسة خاطر احنا كنا في ميغانية خلونا نبطلوها دونتيست فهمت وتقعد كل عام خلونا نبطلها
عارفك انت انا حبك انا اصبر عليك برسمي لازمك تكسر قلبك وتفهم على شنو قادم. مليت كي تفهم على شنو قادم ويو سيت اكسبكتيشنز بالصحيح انت تقبلها وتقرا معها خير خير من تقعد عامل لك المايند بلوك وين هنا وين شنو حاسيلي. جوست نحب صابرين زاد قالت كلمه ياسر محلاها اللي برسمي تلقى قلت لها واش تلقى كيفاش تلقى بنيره وتخدم انا ريسك في دربي وديما موجوده الخدمه عندي كان كومبيتون راهو عمرك ما باش تديها. اما الفو كونسيديري برشا حاجات اللي توتش ماش قاعد يطلع اللي الحقيقه معناها الدومين ناقص شويه تنظيم في تونس كما اي دومين اخر فهمت. واللي الماتريال واللي شارج نتاع الاونتيس ولات برشا دونك على ذاك المقاطع يخدم 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 جوست باش ينقص الشارج نتاعو باش يربح انتو معين سوشن كو كيما صوتي خايب. لا في الموضوع نتاعك جوست باش نعطيهولك قالت لك زاد احكي على النيجاتيف كيفاش فما برشا مصروف كي تقرا دونتي تفضل انطلق. مزولي بالنسبه لمصروف دونتي الفو كونسيديري اللي هي فيها مصروف ابار الكولات اللي عندك ديزون اون فادير علي اون فادير 150 دينار وانت طالع بار تريمستر بار 6 mois الكرات هذه مينيموم دي شوز فهمت زي كرات كهو بعد ثروازيام كاتيام ولا دوزيام ثروازيام كاتيام سانكيام راهو يلفو كونتي اللي في دوزيام ثروازيام اني راهو عندك تتنال فلا مصروف في الجمعه هذيك جوست ماتريال باش نكون واضحين معناها يلفو كونسيديغي الحاجه هذيا 30 في الجمعه 30 في الجمعه وي معناها في الجمعه فوا 4 صافي 120 دينار في الشهر سانسيرمون والماتريال قاعد يغلى فوا صابرين اللي كنا نخلصوا فيه قبل ولا فوا دو فوا تخوا معناها يفو كونسيديري زاد راهو صحيح راهو السيستم النيفو نتاعنا محترم برشا اما قرايتنا مش واو خاطر مازلنا في اليونيفرسيتي في تونس دونك لازم تعمل روحك وتلوج تبربش وحدك وتسال كل شيء برمي الدارك سايد الكبار وشنو خرايك صابرين في الحكايه هذيا كيما الميدسين معناها امور ديبل بون ممكن اسهل منها في الخروج برا اما الخروج برا كيسعى شوي جا قالت صابرين من بكري معناها في فرنسا تحل كونكور مره في اربع سنين سيسيون كو اللي فرنسا مش الباغادي في دونتي دونك برسمي يخمو فيها الحاجه هذيا على الاخر خاطر كان عبد يخمم يحب يعمل دونتي في تونس بعد يخرج برا كان عنده بوسيبيليتي يخرج من تو انا نشجعو مش من الحقيقه صحيح هو جماعة الميدسين مطلوبين أكثر تاو باغ إكزومبل سنين كونكور اللي حل تاع ميدسين طالبين 1350 ميدسان بون ديفيرونت سبيسياليتي أما يطلعوا أكثر من عدد الدونتيست اللي طالبينهم هما دو زامني براتيسيان 5 سبيسياليست أون باتو 3 أون لو دي إف حاجة هكا اللي هما الكل في الكل راهم تلقاهم آلاف يعديو مش كان من تونس من العالم الكل يعديو باش يدخلوا الكونكور هذا باش يوليو يخدموا في فرنسا دونك أنت كان تحب تخمم نهار آخر باش تخدم في فرنسا يا اما من تو تمشي تقرا في بلاد من البلدان الاوروبيه وتنجم هكاك تغارونتي بلاصتك في فرنسا ولا في اي بلاد من البلدان الاوروبيه خاطر في الاتحاد الاوروبي يخدموا بعضها والا تمشي تعمل ميدسين وتشيرش شنو سبيسياليتي مطلوبه اكثر برا باش تنجم تعيش في برا. تمام شنو؟ عندي سؤال للجماعه الموجودين في اللايف هذا كان تحبونا نكملوا راهو نجموا جوست سوايت خلينا نركح كل شيء ونعاود ميتين وحده للناس اللي تحبنا نكملوا قولوا لنا اوكي خاطر سينو باش نقصوا دون 10 مينوت جوست في ساعه في ساعه احنا تو شو وات 4 مينوت يا معلم هالسيسكو هذايا هالسيسكو باش يهبلني جست باش نقول حبيت نسالك صابرين خاطر قبلنا تحكي على انت على الزوبورتينيتي برا وحكينا فيه مره انا وائل كيفاش السونتي باش تخرج من تونس باش تمشي تخدم برا في السونتي مش البلدان الكل محلولين مثلا كندا مستحيل وترهن روحك بيعك كلوه وشوف واش تجي تخدم في كندا دونك جست باش حبيت شنو هي البلدان اللي تنجم بديبلوم تونسي تنجم تمشي لهم حسب معرفتكم انتم معناتها فما ألمانيا أما لازم تقرأ اللغة ولازم تتفك بلاستك غادي بالبيه ما أنت ما سيبا غارانتي 100% باش تولي تخدم باش يختبروك وبعد يحكم عليك فرنسا الكونكور ديكيفالونس لازم تعدي وتنجح فيه
Sinon, bon, par exemple, en Angleterre, les résultats sont à flous, la formation, les pages sont à flous, mais l'eau, je ne vais pas te cacher place et je suis très bien. Donc, la Belgique, en Belgique, c'est un examen d'équivalence, tu as défié l'anglais, ou tu as défié le maths ou le physique. Donc, tu as un rôle pour te faire dentaire, ou tu as un bim sur. و ما تعرف المات ما انت الفيزيك فهمتني هكا مش وائل بعث لنا اخر فما برشا عباد قالوا كملوا اوكي سوري لازم نقص دقيقتين يا جماعه باش يقص لحظه برك باش ما يقصش عليكم من اللايف انت مع اللايف اخر شو قد لايف يمشي اما اشتروا اللي رفيق في البيسين تي دونك اي حاجه لا راش فما بالرسمي يا وائل بون سيبوزي تشوفوا فيا انا تو ربي لحظه برك راهي راهو اللايف على اليوتيوب مشكله راهو يتعب بون برانسيب تشوفوا فيا تو مهما برك بربي كان عندكم كيستيونات اسالوهم خاطر ساعات ولد عندي كيستيونات في مخي بعد كان ننساه باهي صابرين دان سينو فما كيستيون نتاع الباك مات كل راهو برشا صحابي باك مات لاقين جو مع الاخر مش مشكله معناها كل اوكي كتر في السيونس اللي قراو في الباك اللي امبورطون وكل لما صافا او جيت مرحبا زيد معك سي بون تسمع فيا سي بون جو نحلى جو في اللايف اوكي هاي حليمة هاي حل الفيديو يا عسلمة يا حمامة حل الفيديو عسلمة باك اترانجي معناتها تاخذ باك من باك فرنسي مثلا هذاك المقصود تقوى هلو تقول تعاو تجاوبنا به احنا وين وصلنا ساروت وقفنا في اللي فات الخدمة البرة دونك قلنا بلجيكيا ألمانيا شنيا فرنسا سابريني قالت مش ننظمهم بالكذا فرنسا كيما قالت سابريني حلو من ترشح ترش عليهم كلشي حلو حلو في كوز سي با سي غون بوتيت خصهم تعمل دي كونتاكت وي عيطوا لك تخدم من سو كونترا ومش لي كونديسيون تاع نحيه تو سكي لانجلتير وكندا برشا فلوس وامريكا سينو في امريكا فما الترناتيف اخرى انك تمشي تعمل تقرا سمي معايا تقرا الجنرال هيلث فهمت هكا نيرسينغ هيلث كير اند نيرسينغ ولا حاجه هكا حاسيلو باش تبع تعاود تعمل سبيشاليزاسيون وكل شيء كيسها شويه فهمت باش تصرف فلوس في اليونيفرسيتي باي ذا واي معناتها برشا فلوس اون بان كونت بتخدم على ديبوك فما
سينو فما بلجيكا، بلجيكا كما قال سابرين غادي كونكور يشبه شويه الفاسيس من سو دوسي، ويرجعوا كيسكو الاكثريه رجعوا كروزيم ولا كاتريم وبعد تعاود تقرا وباش تخرج. والمانيا كالعاده بيسكو الدبلوم تاعنا مش مسارف بيه حتى بلاد العالم، لازم كنت نفهم الفاز هذايا فهمت اللي هي امبورتون برشا الدبلوم لا الفاكولتي تاعنا مش مسارف بيه. دونك في المانيا لازم تعمل ايكيفالونس دو لونغ، لازم توصل نيفو معين في لونغ، بعدك تعمل ايكيفالونس بروفيسيونيل il teste les niveaux les connaissances en terre on va dire que tout le temps marron ça prend le processus et ça prend 2-3 ans et donc mal l'effet comme t'as le projet de barre ce sont que comme chose béhi à l'heure qui m'a déjà mis des légumes médicales puis tout ce que tu as comme le pire qui m'a déjà mis puisque tu mets le bac ou un CV محترم ou quel اي master tu as pas barre déjà mis surtout comme le barre fait mal tout ce qui est مشكلة احنا صابرين juste mais comme un médecin والبرامج بالبره فما بلوزيغ سبيشاليتي اللي هي اتاشي بالسونتي. اي ماستر شو تعمل؟ كيفاش؟ ماستر شو تعمل؟ تنجم تعمل بلوزيغ معناها شو تعمل؟ تخدم فيها في ستارت اب خاطر الدونتير هي سوسيتي البره سي ستارت اب سي ستارت اب ستارت اب بون بالانجلي هو. اي تسمى ستارت اب ولا تنجم تعمل معناها ديجيتال ماركتينغ ولا ريسورس هيومان ولا بزنس مانجمنت ولا فازا تخدم تبع الميديكال لا فورسيمون خاولة سألتكم قالت لكم مش فما ديجا زيد الخليج معناتها اوبورتونيتي باش تمشيو تخدموا في الخليج ولا شنو؟ ماني 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 الخليج يطلبوا دي سبيسياليست والاكثريه دي بروف مش حتى دي سبيسياليست كهو معناتها إيه إكزيج 10 سنين اكسبيريونس حاجه كيما كيك أربعة خمسة ما معناها خاطر الانترنت تحسب في الاكسبيريونس انك تبدا عمري زدنا وكل عندك شانس كبار من خلص. اوكي ولا مش مشكور برشا معناتها اللي رامي البروفيت يعني مشي وما يعديو اقل من عام ويرجع على خاطر الحقيقه صحيح فيها فلوس اما راهو المعامله عندها دور معناتها وما لغزنا في الخليج ترى مش صرف فينا ما يعدي مشكل مع العقيده جاي من برا فهمت معناها هنا ولا حاجه كيما كيكا بور نو با دي شانس مان دونك الحقيقه واحد يقعد كرام اي تتنجم تعمل عام عامين تعفس على كرامتك غاتي باتر هي بالحق تعفس على كرامتك راهو وذي في كل شيء راهو مش كان دونتير راهو احنا العرب هما بالنسبة لهم اي اتخانجي جاي عندهم هما مش اي اتخانجي مش اي اتخانجي من فضلك اي اتخانجي من العرب ولا من دوتخ غاس خاتي الامريكان والبلايس هذوكم كان انت تدخل باسبور كنديان ولا باسبور امريكي ولا من البلدان معناتها المتقدمه بالنسبه لهم تدخل مالك راك اما كي تدخل عربي ولا تدخل من اي بلاد كيفهم بالنسبه لهم يعرفوا على كرامتك سي فري هذه باغ اكسبيريونس من العباد اللي احنا شفناهم راه مانيش قاعده نقولوا اللي فيدباك اللي فيدباك اللي سمعتهم كلهم كاين دونك دونك هذيك هي انا ما نصحش بالخليج للعباد اللي تحب اما تحب على الفلوس خليج از ا جود ايديا كهو شنو باش نشوف فما شكون سال على الباك بصراحه يا جماعه راهو امور قرايه الباك وكل شيء مانيش نحكيو فيه توا سوجيت باش نعملوا ان شاء الله انا وائل الفيديوهات على توسكي باك وقرايه وكل ابارامون دا جماعه ثروزيام هذوما حبيت ولا حبيتها برجولي حاضر بيروح على سنين good job دونك احنا باش نعملو فيديوهات فازيت هذوما ان شاء الله تنحكيو فيهم خاطر تو نحبو نركزو على توسكي اورينتاسيون باش نعطيو لو ماكسيموم معلومات للجماعه اللي باش تدخل تحب تدخل دونتيغ كي تو باهي حكينا شنو هي اخر ما حكيناش فيه على الكونكور دو اورينتاسيون اي مثلا بلي هي تحكي لهم على الغيو العبيد اللي ما لحقتش على الباك صار لها مفسدة كرش كشريت نهار الفيزيك زيد كالكولاتريس نتاعك برشا عبيد تصير لهم دي زاكسيدون تلقاها عام كامل يحضر مسكين وبالرسمي اني نهارتها نهار الفيزيك دخلت بعضي الحقيقة بون شوية من اليدين شوية من الحنة ولا من بلد اليدين شوية من الحنة حاجة هذيك هي اني الان ضعقتي في الباك الان ضعقتي عندي يعني ما نفهميش سبحان الله ما نكريك سهلة ما نفهميش ما دخلتش المخ في الباك قبلنا جيت ان دو قلت امبوسيبل جيسني الباك انا نقمر اني من الباك وين نقمر معنا يا اخي ما قريتها كيكا من فوق الفوق جيت في الاكزامان
على 3 بوان راهو معناتها كنت نجم نخدم واش نخدم باقي نورمال ونخوناتي اماني كي شفت الاندوي اللي خادمه ماشي في بالي باش نخونات مش نورمال ونخدم على اكسيلانس كوا في الباك ما نجيب وين مش نورمال ليت الانترنت بعدي دخلت بعدي نتاع ما عادش نفهم شيء هكا ضيمت الدنيا عندي فما وحده في الفصاله قامت تبكي جات ركبت لي ستريس ربي يهديها مشيت متسيني يا بعد كنت عايش تبكي اسمعي رنا رنا نبارة كبار احنا لهنا رنا فاتكوا ليه اسمعني لازم تبكي راه مش مجبور كاو حاسيلو الفيزيك حربت وخرجت قلت سي بان مش نتيح في الموين ودرا شنو كاو يا اخي طحت في الموين كيما توقعت وما لحقتش على الدوطير واني قلت لكم كيما دارنا يحبوا ويلي زاد متشجع شويه على ميديكال دونك قلت شاد كونكور دو ريورونتاسيون بي كونكور دو ريورونتاسيون راهو مش كيف الباك راهو اصعب 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 راهو العبيد اللي تمدكوا الباك راهو تقرا راهو غلط راهو برشا حاجات اني قريتهم اكتشفتهم عام الريورونتاسيون مش عام الباك ما انت جاغ دي ديتاي يسألوا عليهم فانت دي ديتاي متاع قريت اتشود لحقيقة قريت اتشود باكزامبل احنا في مهدي ما نيش نسيون تا اتشود غير روتاسيون مش بين نفسها قراية فانت اني انا مشيت نقرا في سوسة اتشود باش مشيت نقرا في سوسة اتشود باش نعرف شو يجي اما انت تنجم تجب باكزامبل اللي كونكور دي غير روتاسيون نقدم موجودين في الانترنت ولا تلقاها معنا كده ولا حاجة يفهموا معنا شو يسألوا شو الحاجات اللي يحبوهم بالضبط وشو نعطي وراه فرنسي تتسمى فرنسي ولا كولتور جينيرال خاطر في سفير صرت عادي بالعاد فيزيك وسيانس هذه بالنسبة للعبيد اللي باش عادي غير اورينتاسيون للميدسين دونتير وفارماسي للاخرين راهو فما حاجة اخرين يعني شو سي باغزامبل مات يجيهم باغزامبل خاطر نحكي على هذا تعدي فيزيك تعدي سيانس تعدي الفرنسي الفرنسي يجيك سوجي تحكي فيه والاخرين يجيك اكزامان كيما الاكزامانات تاع الباك اما اصعب رسمي بلو كومبليكي اي في الغير المونتاسيون جبت 12 موين 12 60 56 ونجحت معناتها باش تفهموا قديش صعيب معناتها نجحت جيت 40 حاجه انا جوست سؤال خاطر انا بدي ما عندي حتى فكره على كونكور الغيو كيفاش دونك ياخذوا كيما الباك ياخذ لك اللي قريته في عام الباك الكل باش تعدي عليه معناتها اما جوست سي ماتيغ هذوما بيسكلي العبد اللي باش يعمل غيو ياخذ اللي قراه الكل بعام الباك يعاود يقراه يزيد يعني اللي يقرا الباك يزيد يشوف يزيد يلوج يزيد يشوف شكون يقري شكون يعرف شنو هو السيستم شكون عاد تقبل فما لي سيغي اصلا يعني معناتها وقتها دبرتها وقريت بيهم والحقيقه معناتها قد ما باش تاخذ قلم الشرقه خاطر غير روتاسيون راهو محرير خاطر الناس كل باش تلقاهم على الالي بلانش ويقراوا له التناول العام للغير روتاسيون اللي هي نورمالمون تتعدى في مارس بون سنين دخلت بعضها كورونا دونك باش يعجبوا في سبتمبر ربي معاهم جماعه غير روتاسيون اما هي تتعدى في مارس دونك عندك اشهر باش تحضر ومن بعد الريزلتا تطلع الريزلتا تطلع في ابريل مي ابريل مي كيكا وبعد تعرف روحك واش باش تعمل سينو فما الكونكور سور دوسي اما هو مش في ميديسين ولا دونتير او فارماسي في دي فاكولتي اخرين باغ اكزومبل لي اتش سي فما كونكور سور دوسي معناتها ما تعديش كونكور ما تعديش حاجه اكريت وشوف تبع السي في بتاعك هما كان عندهم بلايص معناتها فيري الا بلوك شنو هذا ما فهمتهاش معناتها عبد مثلا مازالش في صرا شويه سنيك شقبوا مني في الاش سي ما دخلوش حاجه جاوا عبيد حطوا الاش سي بعد بدلوا ولا خرجوا لبرا ولا حال دونك يبداو عندهم دي بلاس دونك يبداو الكونكور سور دو سي فوالا اوكي معناتها نوعا ما كيما الغيو اما بالدوسي نتاعك معناتها اي بالموين نتاعك معناتها بتاع الباك فوالا فوالا هذه هي الغير نوتاسيون حقيقة صعيبة زادة حرب أعصاب على خاطرك أنت تحس روحك خاسر عام وتنو كان شوى معناتها أنك تعاود تخسر العام هذاك وما تنجحش دونك باش تقدر روحك بالقراية حاول أنك تقرا تقرا مع جروب خاطر باش يمكنك تخيس راك ما تعرفي شيء تشوف في عقلك حتى شيء راك قاعد في الدار اللي بلانش راهي صعيبة قاعد وحدك تقرا دونك ماذا بيك كان تلقى جروب تقرا معاه تتشجعوا تقرا مع بعضكم في اليوتيوب تقرا في الدار تشدوا على بعضكم وكل هذاك أساس خميوني هيك اش عملت عملتها والحقيقة إني وجماعة اللي قريت معاهم عندنا في هذا الجروب كلنا نجحنا الحمد لله ولا والحاجة به إنك بدلت من حاجة اللي أنت ما كنتش حاببها سينا فما فازة أخرى فما فازة أخرى جماعة الباك اللي باغ إكزومبل توا في لوريونتاسيون في الباك
عملوا غلطه ولا حطوا شوع مش عارف مش تقول ولا حكولوا معناتها حطوا ميتين 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 وحطوا حاجه فارغه مش بالهم متاكدين باش تحكوا ميتين اني نحكي لكش على اني عملت الشوع نحكي لكم على هذه الشيء شويه اني في الباك عملت الشوع وجيت نحط في اوجستريت في ارض اعاده زياره الموقع يا اخي مش بالي انا نشوف النتيجه نعود الزرته ماني ما تعديش جملة نهارت اللي باش يصلني مساج تاع لوريونتاسيون قال لي دوزيام تور حطولي فهمت يا الله اختي وانت قاعده والله انت حر يا جماعه كي يجيك السيت يقول لك الرجاء اعاده ترجيات الموقع عاود اشعلوا فيك تثبت مره اولى ومره ثانيه ومره ثالثه شوف شوف اني والله ما مره ليك نسيتو من بعد لوريونتاسيون قعدت ليه بعد تحكيلو كل انا جبت كومونتير جبت طاح في فواياج ماتش لما فوت لومونتاسيون ولا عمل غلطه غبيه كيفي والا حط دي شوا مش بيرو باش نحكرهم وحط حاجه فارغه في الاخر وجيت وهي راهو ما هيش نيت العالم راهو فما حاجه اسمها ريورينتاسيون في اوت سي ريورينتاسيون سلون الرون تاعك والموين نتاعك السكور نتاعك بلوتو نتاع الاول معناتها نتاع الباك اللي خديتها انت تشوف الريزلت نتاع البروميير تور ولا دوزيام تور وتشوف الراوند شوني واصلك ما زمكش خاطر تو اورا كو 5 شوا في الريزلتاسيون نتاع اوت 5 شوا كاع معناتها كان تحطهم خاطر انت ما تحطهمش راه باش تقعد في اللي تحطيت فيها الاولى في البروميير تور ولا دوزيام تور فهمت دونك انت تشوف سولون السكور نتاع عامتها وين تنجم تلحق وتحطو هذاك هو اني وقت هذيك يا حطيت ساعات شفت روحي نحقي ساعات حطيت ساعات ضغطي لي عمل والله حاجه ما في باليش بها انا دونك معلومه هي لا يس اي وين وقت دخلت كيت وقعدت مزارع وكليت بعضها هادي هادي خاطر جو كخوا كو سي بلو سبيسيفيك خاطر تريف تروس ثلاث حاجات كهو صحيت اي واصعب بيان سور برشا عباد باش يعديو على ان بو ان تري بو معناتها شويه للنوم دو بلاس راه تلقى حاجة صعبة 60 40 نوطي 40 فارماسي وراه ما عادوش 3000 فهمت دونك سي تماسكو تاع ذراعك يعلف على الاخر وي على الاخر تحبوا نجاوبوا هاني هذاك اش قاعده نعمل من قبيله ندور على فما فما شكون التقوى سامحني راني ما عندي حتى فكره هذيا خاطر خذيت الباك معناتها مش في تونس في ليبيا وقالت لي ماهيش عارفه اللي وصل لها معناتها شنو وصلها في تونس انا ما حتى ما عندي حتى فكره يذولي هذا حكايه لازم تشوف مع الوزاره الدوسي نتاعك وتشوف فهمت وتبعث لي فكره هم يعملوا اي دونك نتصور انا نصيحتي معناتها كعبد ما يعرفش تمشي تحكي مع الوزاره في الحكايه هذه تمشي تشوف اوراق تهز اوراقك الكل هز دوسيك الكل وبرا شوف شنو كيفاش نجمو يعاونوك اونيتمون اوكين ايدي انا عارف انا حسب ما نعرف بارابور للجماعه اللي قراو في الجزائر والمغرب في السنغال فهمت حسب ما نعرف فما زلتيرناتيف سوا تعمل تعمل 5 سنين كل غاديكا بعد جيل تونس تعمل كيفالونس سوا تقرا عامين تقرا برومي سيكل بعد عندك لا بوسيبيليتي تكمل دوزيام سيكل في تونس ايما اسف الفاك تقبلك ولا لا معناها مربوطه بالوزاره والفاقده لازم تسرع على الاخر فهمت معناها حتى انت باش تعمل تبدا غاديك وكل لو جوغ اللي باش ترجع لتونس لازمك تطلب شفتو من بلاد من خاطر باغ اكزومبل المغرب السنغال مسترسين بيهم فهمت ما في كي ترجع دوزيام سيكل اللي باش ترجع في ليكيفالونس ما يقلقش فهمت حتى البلايص الاخرين باغ كونت كي تحب انت ترجع للدوزيام سيكل لازم تشوف اسكو الفاك تقبلك ولا لا تولي فيها حكاية الفاك تدخل معناتها سؤال هذا نتصوروا تحفونيكم انتم الزوز لافي اسوسياتيف في الدونتير والعيشة في مستير العبد باش يجي من بعيد معناتها من ولاية أخرى وباش يمشي يسكن في مستير أني واحدة من الناس نشجع إنه عبد ما يقعدش يقرأ 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 خاطر راهم أحسن سنوات حياتك راهم باش تقعد تقرأ باش تدخل في حيط تتعقد ما تعمل جو تحس روحك ما مش معناتك ما تربح وتنجم تربح كل تروح سرايا معناتها وتمجور وكل شيء خطيره زايده باش مجهول خاطر كيف كنا باش تخرجوا كيف كيف دونك اعمل هكا وشويه هكا ما تضيع زاد على القرايه مانيش نشجع فيكم باش تضيعوا تقرا اما حتى في اسوسياتيف اي تري تري امبورطون اصلا مش عندك يا وائل سكر الميكرو نتاعك كي تحكي مع عبد داخل اسمعني قالوا لي فما عشاء دونك خذ بعضي انا سوري
كامل تبرين احنا كميتي دونتير معناتها قلت لك راك باش تشوفها كومونيكي افيك دي باسيون باش تحكي باش تفهم السيكولوجي نتاعهم باش فهمت دونك الكوميونيكاسيون تتعلمها في الفي اسياتيف باش تتعلمها في لافير باش تتعلمها في الساد دي بي باش تتعلمها في الفي اسياتيف كيفاش تحكي مع العباد كيفاش تاخذ العباد بريز دو بارول ليدرشيب كيفاش معاش حتى الوقفه نتاعك تتعلمها في الفي اسياتيف عندها تاثير على حياتك يا اما الشخصيه يا اما العمليه فهمت دونك اني واحده من الناس من البروميير اني دخلت في لاسوسياسيون اللي هي تاد اسمها تونيزيان اسوسياسيون اوف دنتال ستودنت باش عرفت ريحتوا لي ريقي الحقيقه هي محليها فيها بليزيور كوميتي كل كوميتي كل كوميتي يتلها بحاجه فما الناتور فما الجو فما الرحلات فما الكولتور فما الوزير فما كل شيء رسمي انت الحاجه اللي تلقى روحك فيها تنجم تتانسكري فما سانتيز هذا اللي هي احسن واحده عاملين فما ديزيفيمون يتعملوا شاك بيريود بيان سوغي بعد بيريود ديكزامان الناس كل نقرا روحنا في الاكزامانات دونك ما فيها بس انك تدخل انك تنحي الحشمه خاطر برشا يجيو عباد انتوائيين ويتعلموا كيفاش يحكيوا كل فصل الفاك اللي حاجه تري امبورطون سينو فما ديزاسياسيون البرره فما اليو فما هذيك روسبيل ايسيك فما ايسيك هذوما في المكتب فما حاسيل دونك نجم حتى مش في الفاك نجم تخرج برا وشارك في البي اسوسياتيف تعاود لي الاسم سالوني باش نحطها في الكومنتير الاسم تاع الاسوسياسيون TADS TADS okay Association of Dental Students كنت بريزيدون طاف في كونسي ديسبلين وبيا حابين نقول انا كنت بريزيدون يحكي من هذا الحدث ليلي برسمي راهو ذكرني يا صبري في الميراني ما كنتش تعرف عنده كامل لي نافك اي ليلي بوغس تعرفني انت كبرت تو بالرسمي راني انا غراس على سوسايتي غراس على التمارميد تاع الكثير فهمت اللي هي اعز اكسبيريونس صارت لي في حياتي وصاوا صابرين كيف فما اجماع اللي مستير يطيبوا فيها العيش حب تقرا تحب تعرف حب تتعلم حب تدخل سوسايتي تدخل حب تفرش حب تعمل جو صوصة في الدورة كنا حمدة عمناول اقرا وجو عرفت كله بالرسمي راهو الحقيقه فيزافي العيشه في مستير ستان نافونتاج ماجور اي بالنسبه لي جاي من الباك راهو باهيه سواء رخيصه العيشه الماكله باهيه رخيصه الكريم مش غالي برشا بارابور تونس بارابور بلايص اخرين الحقيقه اتجونيت الناس كل تعرف بعضها امنه ما تحسش روحك خايف تمشي في ثنيه يدك على ساعتك كل على تليفونك بانسيرو حاجه ترا هو تعرف معناتها ساغيب انه يصيروا دي زاكسيدون خايبين اما بيوتيك بحذا في الفاك فما الميتين بحذينا فارماسي بريسك نفس الفاك احنا دونك تلقى روحك تحس روحك في كومبوش يونيفرسيتي وانت تروح في المستير فهمت وين تمشي تلقى في تعرف هذيك الحاجه الباهيه نشجع الحقيقه مستير محلاها تلمنا والله ونتحرر ونبحر ونبحر مراعاه المشاعر سر ميرسي ما خيبك الحقيقه البحر سيك معناتها كونترول بالنسبه ليهم معناتها ما دام قعدت في مستير فسيك معناتها كونترول ما نتصورش عند وقت البحر تروح تعمل غطسة تغسل ذنوبك تغسل الاكزامان اللي حددت باب باش نشوف اسئله اخرين فما شكون سالتني يا اخي كان تاخد حتى كان خديت الباك شنو هي مهدوش بلاي اقراه معايا كي تاخد الباك ما عندكش الحق تعاقد عادي ما معناتها كي تاخد الباك كفر فما كيسيون قبلك انا حاس ما فهم نعرفش تقارين فرد كومنتري ولا حاس ما فهم صابرين ظهرلي قالت كي انا شعدي ريو فور اكزومبل السنة مانيش ندخل بروموسيون تاع عام جاي علاش ما نعديش باك ليبر ونجيب موين مخير ندخل باك ريو فهمت هذه ظهرلي في كيسيون كان نجحت الباك ما عندكش حق تعاود تعدي راه اي ما عندكش حق يعني خامت فيها راه طلبوا ما بيتش ما عندكش الحق حق تعاود اوكي
اوكي تعرفوا يا جماعه ما عندكش حق تعاوده ليه ما تنجمش نجحت تبع راه نجمش اما لازم تعمل غيو تعمل ريو هذاك هو الحل اي قاتلك غايه اي كيك اوكي فما شكون قالنا احكي لنا على الفي يونيفرسيتير اول مره تبعد على الدار هذا موضوع الكل نجمو نحكيو فيه خمسين معنا جيست شكون مش دخلها معنا نتاع بي فما شكون باش يجي معنا توا صابرين باش نفسر لك شكون هذا طفله تعرفها اوكي بارفي نيفر مايند باش نحكي باش نحكي للجميع اللي تتفرج فينا لكن فما ذي شكون صابرين شغل سي بون سكرت بس خلاها سكرت مايك باش نحكي فما شكون توا جاي معنا قرات باكسبور ولا من باكسبور باكسبور يا جماعه وتعديت دونتير باش تحكينا على الاكسبيريونس نتاعها معناتها الجماعه اللي قالت لك باك مات اسمع هذه باكسبور معناتها شابو با سي با ايفيدون جمله اي باش تحكينا على الاكسبيريونس نتاعها برك عليها في القرايه امورها مليحه برك اكسبيريونس تحفونه هذه بالحق خليتها درج في سلدتون باش او ميم طون لو طون لي نستناو فيه جي وصابرين ترجع نحكي جوست باش نحكي على العيشه بعيده على الدار والله نحس حاجه بيه انا اول هي تجربه صعيبه ومحلاها برد وقت من الاول ومن بعد تستان سبعت ولي ما عرفت نجم ترجع للدار وفيت تلمون تستان ستولي تقول لا اش بيكم يا اخي اش بيني باش نرجع للدار انا رانيا حل فوالا عسلامة رانيا عسلامة سابرين عسلامة سالو عسلامة شنو اسمك؟ سارة 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 بلوبة سارة بون قصت مره اخرى كما سالي مش قصت جوست ركع في الكاميرا اوكي دونك فوالا جوست نقول لكم راهو من الاول ماكش كان ماكش مستانس بك انت وحدك الطيب وتنظيف وكل اللغه هذيك الكل باش تصعب عليك من الاول باش تحسها مسؤوليه مش نورمال خاطرك باش تنظم وقتك ما بين قرايه ولهوه بالدار ولهوه بالعيشه نتاعك والقضيه وكل اللغه هذيك كلها ومن بعد باش تستانس بها هذه بالنسبه لي انا وزاد المانجمنت نتاع فلوسك ونتاع وقتك هذه اصعب حاجات من الاول انا ما دخلت في الفلوس هكاك ما تتعزى سهله من الاول ما تلقى روحك ما عندكش حق عشاء ما عندكش حق اي ومن بعد قلت المانجمنت نتاع وقتك دونك هذه جينيرال هذا سؤال يا رانيا جيت شنو نقول لك علاش قعدنا نحكي فمش كنت سالنا على العيشه اول عام كيفاش تبعد على الدار وتمشي الفاك بعيده على الدار شنو تتعاد وراك ميوتد باي ذا واي ما نسمعوكش معناتها سي بون بارفي عسلامه رانيا عاودت عاودت ميوتد هيا وائل طبي الجماعة اللي عندهم أسئلة معينة لرانيا ولا أي حاجة قولونا رانيا عرفنا على روحك وعلى كيفاش عملت تعديت من باكسبور ومشيت دونتير باهي دونك أنا جوسي إتيديون فون كاتريم أني ميدسين دونتير عملت سيكسيون سبور اللي باش عباد ما يعرفوهاش معناتها باش عباد ماخذي فكرة توتالمون غالطة معناتها على سيكسيون سبور دونك هي شنو هي سيكسيون سبور سواء تمشي لها من 9 أني معناتها وأنت متعدي البروميير أني سواء تمشي لها من البروميير للدوزيام باهي فما بليزيور كونديسيون بيان سور اللي فما عباد ما يعرفوهاش اللي تلزمك ديجا عندك موين دو 12 معناتها 12 دو موين باش نجم تعمل سيكسيون سبور اللي باش عباد يسخايبو شعبة متاع بهيم ديزون معناتها حاسيلو دونك فما لي كونديسيون هما اللي قلت لك عليهم فما لازمك تكون عندك 2 ans de licence سواء إكيب ناسيونال سواء ديجا انت تو بارتيسيبي في شامبيونا برشا مرات حاسيلو مانيش ندخل لي ديتاي هذوما بغيت تمشي سيكسيون سبور دوزيام اني تقرا لي ماتيغ تاع دين في الباك سي سيونس
كوفيسيون كات ونقرا كيما الباك سيونس بالضبط نفس البروغرام دايوغ انا قريت ايتود مع جمعيه الباك سيونس بيلوت فهمت دونك ما بغيليش بها الجمله هذه كل معلومه بس عبيد دايوغ ديما انا ريت كل عام يجيو عبيد ما نعرفهمش يبداو يسالوا فيا يقولوا لي كيفاش وشنو هي الحكايه خاطر جينيرالمون اللي يبدا مش بيه في القرايه ديريكت تمشي على سبور اوكي هي لي معناتها باش عبيد تدوبلو في الباك و بون هي تما سهله معناتها تما باغمي لي سيكسيون سهلين معناتها اما كان فيها قرايه دونك سيونس كوفيسيون 4 فيزيك ومات نقراو كوفيسيون 1.5 معناتها بون فيزيك ومات سهلين الحقيقه معناتها نقرا انجلي و فرونسي كوفيسيون 2 لي لانغ كوفيسيون 2 ونقرا حركه اولمبيه معناتها تسكي هيستوريك نتاع سبور معناتها تويلا ديزون اون ديري تاريخ معناتها حاجه ما تيغي سر فيديو ايزولي كونيكسيون ايزولي كونيكسيون صافا سي بون اي سي بون دونك تعدي فما سبير موش كوفيسيون 4 سبير كوفيسيون 1 باهي ديجا باش تعبي دي تخايبو كوفيسيون 4 فما اسو سيستم لي ماتيغ دو سبيسياليتي السبيسياليتي نتاعك معناتها ديسبلين انت تعمل فيه انا كنت نعرف في تيكواندو ما فهمتش بالتليفون رانيا اوكي عزيت كلنا سكتنا هكذا بتليفون بتليفون اسمع وما نعرفوها ما اول مره نستعمل الابلكيشن هذي واول ديجا اليوم اسمع فما لايك ما تمسش شيء nothing حاسلو دونك وي كنت انا دونك الماتيير دو سبيسياليتي هي الكوفيسيون 3 اللي هي السبور نتاعك دونك كوفيسيون 3 ومعها الحركه الاولمبيه اللي حكيت لكم عليها قبيله 4 كوفيسيون 4 ولي والسبور العادي كوفيسيون 1 باهي كيفاش من انت من الباك باش تمشي تعمل دومين معناتها دومين سونتي وكل شيء دونك نحن شنو الفيق معناتها بعد في الباك سبور سوا تعمل لينيبس اللي هي ديريكت بعثره تمشي لها اور كو باك سيونس بتخيز يمشي لينيبس البوان الاولى إنيبس سي تعمل تاري بروف دو سبور ولا بريباراتور فيزيك ولا باش حاجات وإلا تعمل دومين تاع سونتي نوتريسيون انستيدي ميدسين كل شيء كل شيء معناتها أما ذا لي اتش سي واللي وتسكي ايكونومي فاتت لي ما عندكش الحق معناتها يا سونتي يا سبور ولا فنون وكل شيء بغيف دونك باش تعمل أنا كيفاش عملت ميدسين دونتيغ أون فيت احنا مش بالموين ديجا أنا ما جبتش موين كبيرة برشا معناتها جد 15 وكل دونك كيفاش باش تعمل الميدسين دونتيغ ولا ميدسين لازمك تجي parmi les premiers في تونس خاطر تعرف كشعب أخرى مطيشين كد دو بلاس هذوكم parmi les deux places هذوكم أوكي اللي تكنيك ومن فهمت اللي بدأ عاملين اوبسيون سيونس وكل دونك كيفاش معناتها انت وزهرك نجم انا باغيزومبل في عامتي انا طفله جايبه خير مني موين ما حطيتش ميدسين وانا جايبه ديجا هذاك شنو صار انا جبت وقتها عامتها خير موين من طفله هي عملت ميدسين وعملت ميدسين دونتي خاطر انا شوال الاولين حطيت ميدسين دونتي دونك كي جيت انا عملت ميدسين هي ما تخلصش على ميدسين دونتي اوكي معناتها باللي بلاس هذايا بكل الشعب اخرى نحن نكلموا في بعضنا ما نعرفش بعضنا نحن من فيسبوك بربي شنو باش تحط كوم شوا فهمت باش تعرف هي شنو تحط خاطر كيما قلت لك معناتها بالبلايص مش بالمويه مش بحط شيء جوست بلاصه هكا باش تسكر توصل هذايا حاجه والسكور يتحسب بالفيزيك والسيونس وكهو معناتها مش بالسكور يتحسب بالسكور فهمت؟ أوكي. ما يحسبوش في سكر في سكر بتاع الأورينتاسيون. نجيو توا عملت أنا ميدسين دونتير، الحقيقة في البروميير أني تعبت برشا، معناتها تعبت معناتها لازم دايوغ أول حاجة تعبت كيفاش خاطر أول ما دخلت سمعت كان حاجات خايبين. ماكش قد روحك وأمبوسيبل وصعيبة. وانا هنا فواغ وقلينا برشا نحنا في الليسي وبيلوت وفيزيك ومات وتوما ما قلتو شيء ونكلم هذاك الكل معناتها وهذاك جاب ثلاثة في الميتين دونتير كي مشي عم كي كان سبور وهذاك دوبل ثلاثة مرات ودوكو معناتها كان دخلت فريمون معناتها بحاجات خايبين على الاخر
انا بس بيها في القرايه معناتها من قبل ما نمشي سبور كنت ديما ديسيد دومين وكنت ديما معناتها بيها في القرايه مش خاطر مشيت سبور خاطر نحب انا السبيسياليتي نتاعي ومشيت سبور بذكي ان فيت باش تجيني اسهل باش نمشي باش ميديسين دونتير خاطر بالباك سيونس كمان اصعب شويه باش دخلت لها كاو دونك باش تلقى فما صعوبيه في البيو فيزيك وشيمي تشكي لي ماتيغ هذوك معناتها هذا جو انا نفكر روحي نقرا الحاجات اللي كنتهم انتما في الباك فك الفيزيك والماد باش نجم نفهم معناتها معناتها البروغرام تاع البروميير اني شنو ابارتير من البروميير اني مش تلقى حتى مشكله خاطر كلهم معناتها ماتيريت معناتها سيانتيفيك ونحن باهيين برشا في السيونس معناتها قاريين سيونس دونك بيو اناتومي وكل شيء دونك سافا وكاو جوست بروميير اني كاو باش تجي صعيبه ولازم تخدم على روحك تخدم لو دوبل نتاع الناس العادي انا نفكر روحي صار نخدم نقريب اكثر من صحابي باش نجمت معناتها ننجح من العام الاول وكل لوجيك على الاخر معناتها لوجيك ما اي عبد ما قراش برشا مات وفيزيك خاطر انتم ما قلتوا زوز وائل وصابرين قلتوا تقراوا برشا مات وفيزيك واستواغ وفرونسي ودرا شنو باش تقراوها في البروميير اني اي نحكي على البروميير انا تو شيمي فيزيك اكثر من مات اي فوالا دونك اي عبد كان ناقص في الشيمي فيزيك باش يتعب في العام الاولاني دونك عادي انت زاد تعب دونك بيسكلي اي عبد ناوي يحب السيكسيون سبور وجاب موين طير على الاخر يحب يعمل دونتير ولا اي حاجه في السونتي لازم يحضر روحه باش ينزل في الحاجات هذوكم خاطر باش يبدا هو ديزافونتاجي على عباد اخرين في امور في الفيزيك والشيمي. احنا مش مسلسين نقرا برشا انا في البروميير اني قريت ساعه راسي وجعني ما تقول شنو هي هذا فاكره مشيت مع صاحبتي نقرا قعدت لي ساعتين نقرا ما عرفتش نجم قلت لها شنو هي هذا ما راسي وجعني فريمون قاعد يوجع فيا وكل دونك من الاول جيت سايبه من الاول كنت ساعه بعد ساعه وربع بعد ساعه بعد ساليت بريت مخاطر انا في السبور الحقيقه معناتها انا بيرسونيلمون قريت كان في الباك وفي الريفيزيون والسيونس هكا هاو سينو ديما نتريني ديما عرفت هكا ما تقعدش برشا على البيرو نتاع نص ساعه وتقوم عرفت دونك من الاول تتعب لازمك فريمون توسع بالك برشا وما تقلقش وكا هاو دونتيغ تكور افورس دو فورجي تدفيان فورجيرون لازمك هكا تسمس روحك سوفي هذه بالنسبه لي انا للناس الكل هذه مش كان انت ولا اي عبد كان مش مستنس حاجه لا نحكيك حتى دونتيغ اون جينيرال اي ولا اي سيكسيون اخرى كان ماكش مستانس بريتو مراك نجم تستانس بيها سختم ماما كان تحط فيها الخدمة لحكي خطر كما قلتوا انتوما الدونتير والميتين فيها ريتم انفيرنال دونك حضروا رواحكم يا الناس الكل اي صوتي يا جنرال ما عندهمش على الفكرة اوكي هي معناتها فسك كما الميتين دونتير معناتها اوكي احنا ديجا طولنا برشا باش ما نطولوش ياسر على العباد كلها وكزدنا عملنا بلوس 30 مينوت اي مسكين سفرين مسرغه دونك لوف لوف فوالا دونك ميرسي ميرسي بوكو كنا نعرف عليهم وقلنا حاجه بيا وما عاونيهم في الشوام هذاك الفايده احنا كيما نرجعوا الموضوع نتاع ملول بكل كي قلنا راهو البارون معناتها برشا عباد تاثر فيك وانت ماكش ما عندكش اسي معلومات انا ان شاء الله عطيني لكم برشا معلومات باش تعملوا شوا وانتم تعرفوا كل شيء قبل ما تمشي تطيش روحك في حاجه بليز اعمل شويه وحدك خلي حد عاود ياثر عليك خاطر بعد 20 سنه حتى حد مش يدق قاعد معك في البيرو يقول لك ما اللي عامله عملتك وي فوالا بيرو معناها بيرو ولا فوتوي ولا سبيتار ولا اللي هو دونك ميرسي بوكو ميرسي سابرين ميرسي رانيا ابو رانيا رانيا تحب برسمي ولا دقيقة تصير ايه وقد حصلت خطرية تبيلها تبيلها اللايف الانستغرام فهمت تبيليش كل بيش والبيش والسانت اللي حالك عندي شكرا جميل بحق شيء وسيدي سمباتيك عم بخير دونك ميرسي على وقت وميرسي بالعبيد اللي قاعدين تفرج بكل واللي بيش تفرج بعد من غير موسيكم بيش تبعوا اللي كونت على انستغرام سيئ على انستغرام ذا بلوبس اللي لازمها تعطيكم فيديو تاع الباك تاع الشيء وين لازم نستعملوا ان شاء الله قدم العبيد قدم صابرين ورانيا anyway كان عندكم حاجه باش تقولوها سينو خلاص طردنا
اوكي ميرسي بوكو ديري بار كونتر ا نسيت على الفيلم وجيت نحكي هيك هو اجى للفيلم تيتا ما وحده مشيت ميرسي بوكو باي 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 بيزو برجو ليه جميعا ما تحكوش عليا ما عرفش نسكر لاي برسمي 27 واحد يتفرجوا 60 اونتير خير 200 اودونتير خير في الافاق الحقيقة كل واحدة عندها الافاق متاحة برسمي اون بو با جوجي اسكو ذي خير من الاخرى الكوستيون برسمي كل واحدة انت حاول اقرأ لي زافونتاج زانكونفينيون واما هي اكثر معناها اكثر واحدة تحسها تمشى معك بربي فلوكس انا في اللايف تاو ما عرفش كيف سكت والله بيقول سي بون نسيت الفازوري سي بون يلا باي باي يا جماعه ليتكم زينه جوست باش يوريك اللي احنا والله نصير سبونتاني معاك